الحقيقة التمييز بينهم صعب جدا، لأن كله قرآن، كله نور يخرج من أفواههم. ولكن يعني لابد لنا من يعني اختيار، ربما الاختيار يكون بالمقامات أو بالصوت. أما القراءة فمعظمها رائعة جدا. نبدأ بالقارئ دمي عبد الرؤوف، في الحقيقة قراءة ممتازة ما شاء الله، مع بعض الأخطاء. مثلا لقد بالغت في كلمة في القلقلة في كلمة الحق. أولا تحقيق القاف، الحق من أقصى الحق، أنت يعني قريب قريتها قاع، يعني وكأنك قلت الحق، وإنما هي قاف حق، وعدم المبالغة في الوقوف عليها بالقلقلة الكبرى. الحق ليس الحق، هذه مبالغة كبرى. كذلك لقد ابتدأت ابتداء قبيحا في قوله سبحانه وتعالى وأحسن تفسيرا، كان من المفروض أنك تصل الآية إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كذلك راعي تحقيق الضمة والكسرة كما تكلم الأستاذ سفيان بن عويرة قبلنا، مثلا وزيرا وزيرا في الزاي. كذلك الطالب عرابي حقيقة قراءة ممتازة رائعة جدا ما شاء الله، وهو يعني من أهل عائلة القرآن، حقيقة قراءة ما شاء الله، ولكن ملاحظتين فقط يعني لا تخيل في قراءته. بالنسبة للعين بلغت في تعطيش العين قليلا، مثلا يا عمل. كذلك ملاحظة، هذه ملاحظة ليك، وكذلك ملاحظة لصحيح في الإدغام ولجمع القراء. في الإدغام لما مثلا نقول من ورائهم أو صغيرة ولا كبيرة، إذا جبنا الإدغام لابد أن نركزوا على الغنة. في بعض الأحيان قراءات نسيت الغنة، نجيب الإدغام لكن بغير غنة. فمثلا قرأت قلت من ورائهم، من ورائهم، وكان قرأت برواية خلف أو برواية حمزة، نعم، وهي الأصل من ورائهم. كذلك صحيحين قرأت صغيرة ولا كبيرة. الإنسان يركز على الغنة في محلها كما تكلم أستاذ، يعني هي سهلة ولكن صعبة الإنسان إذا ما ركزش عليها. بالنسبة للقارئ محمد الأمير الأخير، وهو يعني الأول في الحقيقة قراءة ممتازة رائعة، يعني بعض الملاحظات قرأ برواية عمرو محمد الأمير، قرأ برواية الأصفهاني، ركز على مثلا الاستعاذة في عوض، يعني أنا بانت لي أنك قلت أعود، وهي في الأصل أعوذ، يعني الإنسان يحذر من تلبيس الذل بالذل، بينما قراءتك ممتازة ما شاء الله، قرأت وكأنك بالترعيب، هذا مقام الترعيب، عرفت بمقام الترعيب، احذر بأنك تقطع الحروف عن بعضها البعض، ولكن الإنسان يخاف أنه مثلا يقطع بين الحروف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقراءة الترعيب في فتح مكة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءة بقراءة الترعيب، والعلماء وجهوها قالوا بأنه قرأ بالترعيب لأنه كان فوق البغلة تاعه صلى الله عليه وسلم، فكان يطلع وينزل كالراعي يعني في الصوت تاعه. بارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا وفيكم شرف. الآن سأنصرف لجنة التحكيم لمناقشة النتائج، يعني نتائج الطلبة المشاركين إن شاء الله، حتى يعني عدد المتسابقين في النهائي هم 6 من كل فئة، راح تكون عندنا 4 مراتب. أصحاب المرتبة الرابعة هم 3 الناس، وصاحب المرتبة الأولى والثانية والثالثة. التقييم هو كما قلت أحكام التجويد والصوت، حسن الصوت والأداء والمقامات عليها 70 نقطة، وكذلك تصويت الجمهور في الصفحة عليه 30 نقطة. كل على 100 نقطة بإذن الله سبحانه وتعالى. إليك الخط أخي وائل.